مشاهدينا تعالوا نتابع التقرير ده ولقاء بين تنسيقية شباب الأحزاب وأهالي محافظة أسوان ومناقشات مثمرة من أجل صالح المجتمع الأسواني. جلسات مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة أسوان، والذي بدأ في 19 من ديسمبر الجاري، عقد من مقر الاتحاد النوبي العام بأسوان الجلسة التشاورية الأولى للمؤتمر، وذلك للاستماع إلى آراء ومقترحات بعض ممثلي قطاع السياحة بأسوان، وذلك للنهوض بقطاع السياحة في المحافظة، وكذلك عرض المشكلات التي تعوق السياحة والحلول المقترحة لها. جلسات استكمالية لجلسة الحوار الوطني اللي كانت الجلسة الأساسية اللي كانت يوم 19/12، وطلعنا بمخرج إن إحنا عايزين نعمل في أسوان يوم عالمي أو نروج للسياحة، مش فقط لغير إحنا عندنا السياحة سياحة أسوان، لا إحنا عندنا سياحة علاجية، كل ده عرفناه من أهالينا. وبالفعل كان في نشاطات موجودة وفنادق بتشتغل في السياحة العلاجية، بس هما كانوا بينتجوا الوضع، في جه تقنين وضع، هو أوريدي الوضع مقنن، بس كانوا عايزين يلقوا الضوء عليه أكتر. دفن الرمال، الفنادق البيئية عندنا، كان كل الكلام ده، كل الحاجات دي كنا لازم نتصرف عليها الضوء، وابتدينا بالفعل ندور ونشتغل عليها. عايزين يعني احنا بنقول الحمد لله فضل من ربنا، موسم السياحة عندنا بقى كويس، لا احنا عايزين يبقى أفضل وأفضل وأفضل. الحقيقة اللقاء كان عن السياحة بشكل عام في أسوان، ويعني أنا اتكلمت وقلت إن السياحة هي أساسا ضيافة، والضيافة بتحتاج لكرم وبتحتاج لترحيق الضيف، وأشوف كل الأمور اللي هي تريح الضيف بتاعي فأنا بعملها كمضيف له أو كمستضيف له. أسوان يعني لم تأخذ حقها، أو السياحة الثقافية، لأن أسوان طبعا أساسا سياحة ثقافية، ما خدتش حقها لغايه دلوقتي في السياحه الثقافيه. صحيح ان الاقصر واسوان، والاقصر نفسها برضه مش واخده الوضع اللي هو، لان احنا عارفين ان اللي بيجوا السياح مثلا في مصر 90% من السياحه اللي تيجي دي سياحه شاطئيه ترفيهيه، و10% فقط اللي هي السياحه الثقافيه اللي هي احنا والاقصر واسوان. يعني حتى لو يكون عندنا زحمه العدد ده ما بيزيدش عن 10، يعني احنا في اسوان بيكون اكتر عدد سياح كام؟ تقريبا متوسط 5000 سائح في اليوم، وده رقم بسيط جدا. 5000 سائح ده يعني حاجه بسيطه. اسوان وزي ما اتكلمنا النهارده ممكن الاعداد دي تتضاعف بعمل شويه حاجات. ايه هي الحاجات دي؟ اولا لابد من يعني تعبيد او اصلاح طريق اسوان بالريس، ده هيكون فتحه خير كبيره جدا على اسوان، هيتدفق سياح هنا بشكل غير مسبوق. الحاجه الثانيه اتكلمنا عليها ان الضيافه تستوجب النظافه، السياحة وعدم النظافة لا يتفقان. وبعدين المهم جدا السائح اللي موجود عندي دلوقتي ده واللي بيجي يزورنا هنا، ده أهم دعاية لمصر. حيث استمع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لآراء ومقترحات الحاضرين، والتي كانت من أهمها الاهتمام بتنشيط السياحة العلاجية والبيئية والإعداد لتنظيم مهرجان عالمي للسياحة البيئية بمحافظة أسوان. أول ورشة بعد الجلسة الخاصة على أساس إن إحنا نعمل تنشيط السياحة في أسوان، ونشوف المقترحات والمشاكل والحاجات اللي طبعا بيواجه أصحاب الفنادق والمسؤولين في السياحة. وطبعا النهاردة أول جلسة قعدنا في مقر الاتحاد النوبي العام بأسوان، وكانت جلسة ممتعة بجميع قبائل أسوان، العبابدة، البشرية، أبناء النوبة. جلسنا طبعا واتكلمنا بالمقترحات والمشاكل والسلبيات اللي كانت موجوده قبل كده في محافظه اسوان، على اساس انه يكون في ملف يترفع لتنسيقيه الشباب فتنسيقيه الاحزاب في القاهره. كنا بنتمنى ان احنا كل يعني نعمل تنشيط سياحه كل عام، يوم مهرجان يتعمل 5 أيام أو أسبوع، يكون المهرجان ده في كل يعني كل سنة في مكان مختلف. النهاردة استكمالا للحوار الوطني السابق، تم عمل أولى ورشات العمل لتنشيط السياحة الداخلية في أسوان، والنهاردة كان فيه تم عرض مقترحات لتنشيط السياحة الداخلية في أسوان، منها على أساس سياحة بيئية، سياحة ترفيهية، سياحة علاجية، وطبعا في متخصصين هيقوموا بالدور ده علشان ينسقوا وينموا السياحة الداخلية عندنا في أسوان.
لان اسوان طبعا مفتقره للسياحه الداخليه مش زي العهد السابق. فحاليا دلوقتي في اجراءات بيعملها الاتحاد المنوفي مع التنسيق للاحزاب السياسيه ان احنا بننمي السياحه الداخليه عندنا في اسوان. من الاتحاد المنوفي العام باسوان جمال صيام، قناه طيبه.